بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية: فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أن الأصل في هذا الباب هو أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به الرسل، وذكر هذه القاعدة وهذا الأصل، ثم ذكر أن طريقة السلف أنها قائمة على هذا الإثبات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. فذكر الأصل والذي يبنى عليه هذا الباب وهو الدليل الذي جاءت به الرسل، ثم ذكر طريقة السلف التي هي قائمة على مخالفة أهل الباطل الذين انحرفوا في هذا الباب إما إلى التمثيل أو التكييف أو التحريف أو التعطيل. ثم أيضا ذكر وصفا وقاعدة تتعلق بطريقة السلف في هذا الباب، قال: فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. ذكر أن هذه الطريقة وهي طريقة السلف تتضمن الإثبات مع التنزيه، لأن عامة المخالفين في هذا الباب كلهم يريدون، من كان من أهل الدين يريد الحق، فمنهم من أراد الإثبات لكنه وقع في التشبيه، ومنهم من أراد التنزيه ولكنه وقع في التعطيل. فذكر أن طريقة السلف تقوم على الإثبات، لكن نبه على الشبهة التي وقعت لأهل الإثبات وهي شبهة التشبيه، وذكر أن طريقة السلف تقوم على التنزيه لكن نبه على الشبهة التي حصلت لمن رام وقصد التنزيه، ولهذا قال: فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات. طريقتهم تتضمن الإثبات ونفي المماثلة، ثم بين أن هذا الإثبات بلا تشبيه، إثباتا بلا تشبيه، لأن أهل الإثبات هم أهل السنة الذين يثبتون بلا تشبيه، والمشبهة الذين يثبتون مع التشبيه، فلا بد من التنبيه على فساد مذهب المشبهة، ولهذا قال: إثباتا بلا تشبيه. وهذه المسألة دائما يعني ننبه عليها في كلام شيخ الإسلام وفي كلام غيره، أن الحق إذا وجد من يشارك في أصله ولكن له مخالفة لا بد من التنبيه عليها. فلو قيل أنهم يثبتون لظن ظان أنهم يوافقون المشبهة، فإذا قال إثباتا بلا تشبيه خرج المشبهة، وأصبح هذا الوصف منطبق على أهل السنة فقط. قال: وتنزيها بلا تعطيل. وتنزيها بلا تعطيل أي أنهم ينزهون الله عز وجل عن النقائص لكن بلا تعطيل. كذلك لما كان المعطلة يزعمون التنزيه، نبه على أن أهل السنة ينزهون من غير تعطيل،
فالمعطلة ينزهون ويعطلون، يريدون التنزيه ويعطلون، وفي الحقيقة أن تعطيلهم ليس فيه تنزيه بل إنه فيه تنقص لله عز وجل، لكنهم أرادوا ذلك، قال تنزيها بلا تعطيل. فتحقق لأهل السنة في هذا الباب الحق من طرفين، الإثبات والتنزيه، وسلموا من التشبيه والتعطيل. وهذا في كل باب من أبواب الاعتقاد، فأهل السنة يتحقق لهم الحق بطرفيه ويسلمون من المخالفة التي وقع فيها المخالفون لمذهبهم. ثم استدل لهذا بهذه الآية العظيمة من سورة الشورى في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه قاعدة في باب الأسماء والصفات، ولهذا كثيرا ما يريدها الأئمة في تقرير معتقد أهل السنة، لأن فيها رد على طائفتين، على المشبهة وعلى المعطلة. ففي قوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وفي قوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. في قوله ليس كمثله شيء هنا النفي يدل على نفي المماثلة ونفي أن يكون لله عز وجل مثلا من خلقه. وقد اختلف العلماء في تقدير المعنى هنا، لأنه هنا جاءت الكاف متصلة بمثل، ومعروف في لغة العرب أن الكاف تأتي بمعنى مثل، فإذا جاءت مقارنة لهذه الكلمة قالوا يكون التقدير هنا ليس مثل مثله شيء، فيكون هذا التقدير غير صحيح بل إنه باطل، لأن النفي هنا يرد على نفي مماثلة المثل مع إثبات المثل لله عز وجل، والله عز وجل منزه أن يكون له مثلا من خلقه. إذن قيل لو قدرت الكاف هنا أنها بمعنى مثل كما هو في الأصل، فيكون المعنى ليس مثل مثله شيء، فيكون هذا تضمن إثبات المثل ونفي المماثلة عن مثله مع إثبات أن له مثلا. ولهذا اتفق العلماء على أن هذا المعنى على هذا التقدير غير صحيح، بل قال بعض الشراح من اعتقد هذا فإنه كفر، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وليس له مثيل، كما قال الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال. فاختلف العلماء في تقدير الكلام، فمنهم من قال إن الكاف هنا أنها صلة، والصلة هي ما يطلق عليها النحاة أنه حرف زائد، ولكن تأدبا في مع كلام الله عز وجل يقال صلة، فيكون المعنى ليس مثله شيء، والمعنى هنا واضح ليس مثله شيء، فتكون الكاف هنا أتي بها لزيادة تقرير المعنى. وقيل إن الصلة هي مثل، فيكون المعنى والتقدير ليس كهو شيء، لأن مثل الثانية يقولون لا معنى لها إذا كانت صلة، يبقى الكاف متصلا بالضمير المتصل في قوله كمثله، فيكون المعنى ليس كمثل هو شيء، ويكون التقدير ليس كمثله شيء كما تقدم في المعنى الأول، فيرجع المعنى في هذا إلى المعنى الأول، ويكون التقدير هنا هو نفي أن يكون له مثيلا يشابهه. وقيل وهذا المعنى الثاني ضعفه بعض أهل العلم، قيل لأنه يقل في لغة العرب
أن يرد الاسم زائدا، وإن كان ورد في كلام الله عز وجل كما في قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، والمعنى فإن آمنوا بما آمنتم به، لكن قالوا هذا يقل، فالأكثر في كلام العرب أن تأتي الكاف صلة. ثم أيضا لو قدر أن مثل الثانية هي الصلة لكثر التقدير في الكلام، فتقدر الكاف بمعنى مثل، ومثل الثانية بأنها صلة وأنه لا معنى لها، بينما لو قدر في الكاف أنها هي الصلة يكون المعنى يعني أظهر دون الحاجة إلى تقدير المعنى في مثل الثانية. وقيل إنه لا بأس أن تقدر الكاف هنا بمعنى مثل، فيكون ليس مثل مثله شيء، لكن العلماء هنا قالوا إن مثل الثانية ليست بمعنى التشبيه، وإنما تطلق في لغة العرب على معنى النفس والذات، ومثلوا لهذا بمثال مثل قول بعضهم مثلي لا يخاطب بهذا، مثلي لا يخاطب بهذا بمعنى أنا لا أخاطب بهذا، وكما يخاطب الرجل يقال مثلك لا يليق به هذا، أو لا يليق هذا بمثلك، لأن هنا مثل بما تطلق على معنى الذات وعلى معنى النفس، فيكون المعنى ليس مثل نفس الله أو ليس مثل الله عز وجل شيء. لكن ذكر بعض العلماء في اللغة أن مثل إنما تطلق في كلام الناس على معنى النفس وعلى معنى الذات إذا كانت في كلام الناس، وأما على الله عز وجل فإنه لا يطلق عليه المثل بمعنى الذات، لأن المخلوق له مثلاء ونظراء والله عز وجل ليس له مثيل. فعلى كل حال هذا خلاف بين أهل العلم في تقدير الكاف والمثل في هذه الآية، فمنهم من ذهب إلى تقدير اللفظ وقال أنه ممكن أن يقال في الكاف هنا أنها صلة، ومنهم من ذهب إلى أن مثل هي الصلة، وهذا كله تقدير للفظ. وأما من ذهب إلى تقدير المعنى قال لا بأس أن يكون التقدير في اللفظ أن يقال ليس مثل مثله شيء، لكن مثل الثانية تكون بمعنى الذات وبمعنى النفس، ويكون هناك اختلاف بين مثل في المثالين، فالأولى بمعنى التشبيه والثانية بمعنى الذات. وعلى كل حال فالاتفاق على أن هذه الآية دلت على نفي المماثلة عن الله عز وجل، وأن المعنى ليس مثل الله شيء من خلقه، فإن المماثلة منتفية عن الله عز وجل في نصوص كثيرة، وهذا النص أيضا يعني ظاهر في نفي المماثلة عن الله عز وجل، وإن كان اختلف العلماء في تقدير الكلام هنا، وهو السميع البصير. وهذا أيضا إثبات لاسمين من أسماء الله، السميع وهو متضمن لصفة السمع، والبصير وهو متضمن لصفة البصر. وقد ذكر الإمام العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أن ذكر الاسمين هنا السميع البصير له مناسبة، وهو أن كثيرا من المخلوقات تتصف بصفتي السمع والبصر، فلما ذكرهم الله عز وجل مع نفي المماثلة دل على أن ما يثبت لله من هذين الاسمين مع كثرة من يتسمى ويتصف بهما، فدل على أن ما يثبت لله عز وجل ليس كما يثبت للمخلوقين، وهذا بخلاف ما لو قال العليم الخبير، فإنه قد ترد شبهة فيقال كثير من المخلوقات لا تتصف بالعلم والخبرة، ولهذا فما ثبت لله منها ليس كما يثبت للمخلوقين، لكن السمع والبصر
لا يمكن أن يثبتان لله عز وجل. فلما ذكرهما الله عز وجل مع كثرة من يتصف بهما من المخلوقين دل على أن كل ما يتصف به الرب عز وجل أنه ليس من جنس ما يتصف به المخلوق، حتى في هذين الاسمين اللذين هما من أكثر الأسماء وما يندرج أو ما اشتق أو الصفتان اللتان اشتقت منهما، ما أكثر ما يتصف من المخلوقون بهاتين الصفتين. فدل على أن ما يثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات ليس من جنس ما يثبت للمخلوقين، وإن كان هناك قدرا مشتركا في الأسماء والصفات قبل الإضافة، لكن إذا أضيفت الأسماء لله أصبحت مختصة به، وإذا أضيفت للمخلوقين أصبحت مختصة به. قال: ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل. إذن هذا رد لبدعة التشبيه والتمثيل في الجزء الأول من الآية. وفي قوله تعالى وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل، فدلت هذه الآية على رد الضلالتين وعلى إثبات الحق من طرفيه، وهو الإثبات لله عز وجل بلا تشبيه وكذلك التنزيه بلا تعطيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم له مثلا أو شبيها. ثم قال: والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، هذا أيضا هذه قاعدة في عقيدة أهل السنة وفي طريقة السلف في الإثبات، وأنها هي الطريقة التي جاءت بها الرسل من الله عز وجل، وهو التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. ومعنى الإجمال هو التعميم والإطلاق، الإجمال هو التعميم والإطلاق، فعندما يأتي اللفظ مجملا لا يكون متعينا وإنما يكون مطلقا عاما، ويقابله التفصيل وهو التعيين والتخصيص. التفصيل هو التعيين والتخصيص. مثال ذلك في الإجمال التفصيل في الإثبات هو أن تثبت صفات متعددة، مثل أن يقال سميع بصير عليم خبير، هذا تفصيل في الإثبات، هذا تفصيل في الإثبات. وأما النفي المجمل فهو نفي على وجه الإجمال دون تفصيل، يقال ليس كمثله شيء، فهنا جاء النفي مجملا، قال ليس كمثله شيء، شيء لفظ مجمل غير مفصل، ولم يقل ليس كمثل الملائكة وليس كمثل الجن وليس كمثل الإنس، هذا تفصيل، وإنما جاء اللفظ هنا مجملا. وكذلك من التفصيل أن يقال ليس كمثله شيء مثلا في سمعه أو في بصره أو في علمه أو في قدرته، فلم يرد، وإنما جاء مجملا من كل جهة، من جهة صفاته أنه ليس له مثل فيها وليس له شبيه ومثيل من المخلوقين فيما يستحقه من الأسماء والصفات. إذن هذا هو الإجمال في النفي،
والإجمال في النفي هو اللائق بالرب عز وجل، لأن التفصيل في النفي لا مدح فيه، بل ذكر العلماء أن من أغرق في النفي لربما أوصله هذا الإغراق إلى نفي الوجود، لربما أوصله هذا النفي إلى نفي الوجود. ولهذا كلما جاءت صفات النفي كلما انحصر الشيء، كلما انحصر الشيء. فإذا قيل أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم لا يزال ينحصر، حتى أنه قد لا يتصور في مثل هذا الموصوف مع الإغراق في النفي إلا أن تكون هناك صورة وهمية لا وجود لها في الخارج. ولهذا ذكر شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم أن الجهمية يعبدون عدما، لأنهم لا يزالون ينفون عن الله المعاني حتى أوصلهم هذا إلى تشبيه بالمعدومات، وهم على مراتب في النفي، هم على مراتب في النفي. فالذي ينفي عن الله عز وجل النقيضين هذا يشبهه بالممتنعات، يقول ليس بداخل العالم ولا خارجه، وليس بذي طول ولا عرض ولا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت، ويبالغ في النفي حتى يفضي به هذا الأمر إلى تشبيهه بالممتنعات، لأن نفي النقيضين ممتنع كما أن اجتماع النقيضين ممتنع. ومنهم من يبالغ في النفي دون أن يتعمد نفي النقيضين حتى يشبهه بالمعدومات. فالطريقة الأولى طريقة غلاة الجهمية والفلاسفة، والطريقة الثانية وهو الإغراق في النفي دون تعمد نفي النقيضين هذه طريقة الجهمية. ومنهم من ينفي عن الله عز وجل نفيا لا يبلغ مرتبة النفاه على الطريقة الثانية، لكنه يفضي بهذا إلى تشبيهه بالمعدومات، إلى تشبيهه بالمعدومات. ولهذا قال أهل العلم أن كل نفي في حق الله عز وجل فهو يتضمن كمال إثبات ما ينفى عن الله عز وجل، فإذا نفي عن الله عز وجل العجز فهذا متضمن إثبات كمال القدرة، وإذا نفي عن الله عز وجل السنة والنوم فهذا متضمن إثبات كمال الحياة والقيومية. وإلا فيمكن أن يوصف المعدوم بأنه لا يعجز، وأنه لا ينام، وأنه لا تأخذه سنة ولا نوم. لكن كل نفي جاء في الكتاب والسنة مضافا لله عز وجل فهو يتضمن إثبات كمال ضده. وأما النفاق فإنهم لا يثبتون شيئا، فيفضي بهم النفي إلى تعطيل وجود الله عز وجل. ولهذا جاء النفي في الكتاب والسنة مجملا، جاء النفي في الكتاب والسنة مجملا، ولم يكن هناك تفصيل على طريقة أهل الكلام المذموم. وأما الإثبات فإنه جاء مفصلا، ولهذا فإن أسماء الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة كثيرة، وقد جاء في الحديث من حديث أبي هريرة في الصحيحين إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فدل على أن أسماء الله المذكورة في الكتاب والسنة كثيرة، والصحيح أنها تزيد عن هذا العدد، لكن من رحمة الله أنه أمرنا بإحصاء هذا العدد ورتب عليه دخول الجنة. ولهذا جملة من أحصاها دخل الجنة هي وصف للجملة الأولى وليست خبر، بمعنى أنه ليس لله إلا هذه الأسماء، لكن من صفة هذه الأسماء أنها من أحصاها دخل الجنة. وأسماء الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة أكثر من هذا العدد،
ولهذا عد العلماء منها ما يزيد عن 100، وهذا مما يدل على التفصيل في الإثبات. بينما لو نظرنا للألفاظ المنفية عن الله عز وجل نجد أنها لا تصل إلى هذا العدد، وإنما هي معدودة لأنه نفي مجمل لا تفصيل فيه. بينما لو نظرنا إلى النفي في طريقة أهل الكلام المذموم لنجد أن ما ينفى عن الله عز وجل من الألفاظ كثيرة، ولا يثبتون له عند التفصيل إلا ألفاظ قليلة، وبعضهم لا يثبت له إلا الوجود، لا يثبت له إلا الوجود. فالمقصود أن طريقة الكتاب والسنة جاءت بالتفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. هنا لا بد من وقفة أيضا، هل هذه القاعدة عامة لا يخرج عنها شيء من الأفراد، أم أنها يعني قاعدة كلية بحسب ما جاء في النصوص وبحسب ما ذكر أهل العلم أن عمومات الكتاب والسنة أنها جاءت على سبيل التغليب وليست مستغرقة للأفراد؟ فالصحيح أن هذه القاعدة على ما ذكر أهل العلم أنها جاءت على سبيل العموم، على سبيل التغليب. وقد يرد في بعض المواطن هناك تفصيل في النفي بحسب ما يدل عليه السياق أو لرد شبهة يتنقص الله عز وجل فيها، كما سيأتي التنبيه على هذه المسألة. ومما يدل على أن العمومات أنها ليست مستغرقة لكل الأفراد وإنما هي بحسبها كقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، والله عز وجل أثبت له نفسا كما قال في خبره عن عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فمعلوم أن نفس الله لا تدخل في هذه الأنفس الميتة. كذلك قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، ومعلوم أنه لا يدخل في هذا العموم القرآن الذي هو من كلامه وليس هو مخلوق. ثم أيضا أنبه إلى مسألة مهمة في هذا الباب وفي القواعد عموما، ما يذكره أهل العلم من القواعد ينبغي أن يعرف أن هذا من اجتهاد أهل العلم إن لم يدل النص على القاعدة، لأن القواعد على قسمين: قواعد منصوص عليها مثل كل بدعة ضلالة، هذه قاعدة وهي منصوص عليها، وهناك قواعد مستنبطة من عمومات الكتاب والسنة أو بالاستقراء للنصوص الشرعية، فيقرر العلماء قواعد بحسب ما ظهر لهم من الأدلة. ولهذا نجد أن بعض العلماء يستدرك على بعض أهل العلم في بعض القواعد وأن هذه القاعدة ليست مضطردة. المقصود أن التنبيه هنا على أن ما يذكره أهل العلم من القواعد مثل هذه القاعدة وغيرها إن لم يرد النص بها فينبغي أن يعتقد فيها أنها من اجتهاد أهل العلم. فإذا تبين بعد ذلك مخالفة النصوص لها فالنصوص محكمة في كلام الناس ولا تخضع النصوص لكلام الناس. لكن مع التنبيه إلى ما ذكرنا في المسألة الأولى، وهو أن المقصود بالعمومات عندما تطلق أنه لا يقصد بها الاستغراق لكل الأفراد وإنما هي من العمومات التي تكون بحسبها، بحسب العموم الذي يدل عليه السياق. بلا شك أن من تأمل نصوص الكتاب والسنة يدرك أن هذه القاعدة يعني صحيحة على ما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية، ولكن إنما أنبه على هذه المسألة لأن بعض الناس إذا وجد نصا يخالف القاعدة يشكل عليه ويتعجب كيف أن النص خالف القاعدة، فينزل القواعد منزلة النصوص. والقواعد إذا كان لم يكن منصوص
عليها فهي من اجتهاد أهل العلم، فهي قابلة للأخذ والرد وللتقييد وللاستدراك، كما أن كلام أهل العلم كذلك. ينبغي دائما أن تقرر هذه المسائل حتى لا يتوهم يعني بعض الناس أن بعض ما يذكره بعض أهل العلم أنه بمنزلة النصوص، ففرق بين النص وبين اجتهاد أهل العلم. هو كما ذكرنا أن هذه القاعدة لمن تتبع يعني نصوص الكتاب والسنة يدرك بلا يعني ريب أن أكثر ما في الكتاب والسنة هو التفصيل في الإثبات، وأكثر ما فيه هو الإجمال في النفي. لكن هل هذه قاعدة مضطردة في أكثر النصوص يعني مضطردة بحيث لا يكاد يخرج عنها إلا القليل النادر، أو أن لها شواهد، هناك شواهد تخرج يعني عن هذه القاعدة إلا أنها لا تصل إلى حد المساواة بما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هنا؟ إذن فرق بين أن يقال الأكثر أو الغالب في طريقة الكتاب والسنة، فلا شك أن هذا هو الغالب، لكن يبقى بعد ذلك هل هذه قاعدة لا يكاد يخرج عنها إلا أفراد قليلة؟ هذا أيضا محل يعني أخذ واجتهاد عند أهل العلم، ولهذا ذكر بعض أهل العلم شواهد يعني للتفصيل في النفي، وكذلك الإجمال في الإثبات كما سيأتي التنبيه على هذا. لكن بلا خلاف أيضا أن طريقة أهل الكلام المذموم أنها تخالف هذه الطريقة تماما، فهم يغرقون في النفي ويجملون في الإثبات. قال: فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل، لأن صفات الله عز وجل كما ذكرنا في الأسماء أنها وردت مفصلة وهي كثيرة، كذلك الصفات هي كثيرة، ولهذا جمعت كتب في باب الأسماء والصفات، ولا يزال العلماء يصنفون في هذا الباب، فالأسماء والصفات كثيرة الثابتة لله عز وجل. ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، أثبتوا الصفات على وجه التفصيل وعلى وجه التعيين وتعداد الأسماء والصفات لله عز وجل، ونفوا عنه ما لا يصلح من التشبيه والتمثيل على وجه مجمل، كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هنا بدأ المصنف يذكر النصوص الدالة على الإجمال في النفي، النصوص الدالة على الإجمال في النفي، كما في قوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته. فاعبده هذا أمر بعبادة الله عز وجل والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأمة، واصطبر أي اصطبر على تحمل الصبر، لأن الاصطبار فوق الصبر، وهو الاجتهاد في الصبر وأخذ واستجماع القوة على العبادة والصبر والاصطبار عليها. واصطبر لعبادته أي على عبادته، لأن الصبر كما هو معلوم على أقسام: صبر على العبادة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله. وذكر بعض أهل العلم أن الصبر على العبادة قد يجتمع فيه أنواع الصبر، لأن الإنسان معرض لأن تصيبه الأقدار، فهو إذا أدى العبادة مع ما أصابه من الأقدار فهذا صبر على القدر وصبر على العبادة. وكذلك عندما يجاهد نفسه على فعل الطاعة في مقابل فعل المعصية فهذا صبر على الطاعة، وهو متضمن الصبر عن المعصية. واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هذا هو الشاهد من الآية، هل تعلم له سميا. الاستفهام هنا إنكاري، أي ليس له سمي، ليس له سمي، هذا إجمال في النفي، ليس له سمي، وهذا الاستفهام إنكاري. قال شيخ الإسلام: قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم له مثلا أو شبيها.
هنا اختلف العلماء في معنى قول الله عز وجل هل تعلم له سميا. هل النفي هنا يرد على أنه ليس له شريك في الاسم، أو أن النفي هنا يرد على أنه ليس له شبيه ولا شريك في المسمى؟ فمن قال أن النفي يرد على الاسم وهو المشهور عند أهل اللغة قال هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، يعني ليس له سمي يشاركه في اسمه. وليس المقصود بالمشاركة هنا المشاركة في اللفظ، ولكن فيما يستحقه من الكمال الذي هو مشتق من صفة كمال في هذا الاسم. فإذا كان من أسمائه العليم فليس له سمي، حتى ولو وجد في المخلوقين من يتسمى بالعليم يستحق مثل اسمه الذي هو مشتق من صفة العلم التي لا تثبت لمخلوق. فعلى هذا المعنى أي ليس له سمي، له ما للرب من المعنى الذي يتضمنه هذا الاسم. ومن هنا قيل أن النفي هنا أي ليس له سمي يستحق مثل اسمه، لأن السمي هو التشابه في الاسم، يقال فلان سمي فلان، إذا كان رجل اسمه زيد والآخر زيد يقال هذا سمي فلان، إذا كان بينهما اشتراك في الاسم يقال سميه، تشابه في الاسم، ولا يلزم أن يكون هناك تشابه في المسمى، لأن التشابه في المسمى يقال هو مثله، لكن إذا قل هو سميه نعرف أن المقصود هنا التشابه في الاسم. فقيل في هذا المعنى هل تعلم له سميا، أي ليس له سمي من المخلوقين يستحق مثل اسمه، لأن أسماء الله مشتقة من صفات كمال، وهذه الصفات لا يستحقها مخلوق ولو تسمى باللفظ العام، إلا أنه ما يثبت له من هذا الاسم ليس كما يثبت لله عز وجل من الكمال المطلق. وسيأتي التنبيه هذا في قاعدة القدر المشترك، أن القدر المشترك هناك تشابه في الأسماء، لكن هذه الأسماء إذا أضيفت إلى الموصوفين فإنها تتميز، فكل ما يضاف إلى الموصوفين من الصفات هو مختص به، فالعلم المضاف إلى الله مختص به، والعلم المضاف إلى المخلوق هو مختص به، بل كل مخلوق متصف بصفة العلم فعلمه الذي يقوم به غير العلم الذي يقوم بغيره. ولهذا ممكن أن يشترك اثنان في علم وينسى هذا ويحفظ هذا ويفهم هذا ولا يفهم الآخر مع اشتراكهما في نوع من أنواع العلوم، لكنهم يتفاضلون في الفهم والفقه. فإذا كان التباين بين المخلوقين في هذه الصفات من باب أولى أن يثبت التباين بين الخالق والمخلوق. فعلى المعنى الأول أي ليس له سمي يستحق مثل اسمه، وعلى المعنى الآخر قال الشيخ الإسلام ويقال مساميا يساميه، أي ليس له من يساميه، أي من يشابهه في مسمى أسمائه، أي فيما يستحقه من الكمال الذي هو مختص به من الأسماء وما تتضمنه من الصفات. قال وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له مثلا أو شبيها، لأن ابن عباس هنا فسر السمي بالمثل والشبيه، فيكون فسره بمعنى أن السمي هنا بمعنى المسامي، أي ليس له نظير وليس له شبيه. والصحيح أن اللفظ يشمل المعنيين، أي ليس له سمي يستحق مثل اسمه، وليس له مساميا، أي ليس له مثيلا ولا شبيها ولا نظيرا. وبعض أهل اللغة أنكر المعنى الأول
وقال إنه لا يصح، لأن هناك من المخلوقين من يتسمى بأسمائه، هناك من المخلوقين من يتسمى بأسمائه، فلم ينفرد بهذه الأسماء. يقال هذا الكلام غير صحيح، بل إنه باطل، لأن الأسماء التي تسمى بها ليست هي الأسماء التي تسمى بها المخلوقون، وإن كان هناك اشتراك في المعنى في القدر مشترك قبل التسمية. أما إذا كان الاسم من أسماء الله عز وجل، فما يستحقه الرب من هذا الاسم لا يمكن أن يتحقق لمخلوق، لأن العليم الذي هو مشتق من صفة العلم ليست صفة العلم في الله كصفة العلم في المخلوق، فإذا ليس له سمي في اسمه. ولهذا في قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى دل على اختصاصه بهذه الأسماء وأنه ليس له شريك. ويرد على هذا القول من اللوازم الباطلة إذا قيل أن له سمي في الأسماء أيضا يقال أن له سمي له شبيه في الصفات، فإذا كانت أسماؤه تشبه أسماء المخلوقين فالأسماء مشتقة من صفات، فكذلك صفاته تشبه صفات المخلوقين. ثم يقال إذا كانت الأسماء والصفات فيها مشابهة فيرد هذا على الذات، لأن القول في الأسماء والصفات كالقول في الذات، وكل هذا باطل. فالله عز وجل ليس له شبيه لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته ولا في شيء مما يستحقه. ولذا قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى. وذكر العلماء أن من الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن يسمى المخلوق باسم الله، فإذا سمي المخلوق باسم من أسماء الله فهذا إلحاد. وأما كون المخلوق يسمى بمعنى من المعاني التي تضاف إلى الله كما يسمى عليم وسميع وبصير فليس هذا هو اسم الله. ولهذا ذكر العلماء من شرط التسمية بهذه الأسماء أن يعتقد أن هذا الاسم الذي يسمى به المخلوق ليس هو الاسم الذي تسمى به الرب. فإذا اعتقد في فلان يسمى عليم بإضافة الاسم الذي هو لله له فإن هذا شرك، وإنما هو عليم بحسب ما يقوم في المخلوقين من العلم، وليس هو عليم العلم الذي يستحقه الرب عز وجل. ولهذا كانت أسماء الله عز وجل كلها حسنى، ليس في الأسماء ما هو أحسن منها، ولو كان في أسماء المخلوقين ما يشابهها لم تكن حسنى، لأن الحسنى هي البالغة في الحسن التي ليس في أسماء المخلوقين ما يشابهها في كمالها وفيما يقوم بالرب عز وجل من الصفات المشتقة منها. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هنا أيضا يذكر المصنف من الأدلة على إثبات النفي المجمل، كما في قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذا في الإجمال في النفي في قوله لم يلد إجمال في النفي، وكذلك لم يولد إجمال في النفي، وكذلك لم يكن له كفوا أحد، لأن قوله لم يلد ليس فيه تفصيل وإنما فيه نفي مجمل يتضمن نفي الباطل، والتفصيل في هذا الباب الذي ورد في كلام اليهود والنصارى، كما قال الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، فهذا تفصيل في الباطل الذي أثبتوه لله عز وجل نسبوا له الولد، فلم يلد في الآية لم يلد عزيرا ولا المسيح، وإنما قال لم يلد، فهذا إجمال. ولم يولد أي أنه لم يولد من شيء، وهذا إجمال. ولهذا قال العلماء لم يلد نفي للفروع ولم يولد نفي للأصول، وهذا
المعنى هو متعلق بالصمد، كما ذكر الإمام ابن القيم أن هذه الصورة عظيمة، فأثبت الله عز وجل لنفسه الاسمين الأحد الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد، فلم يلد ولم يولد، هذا المعنى متعلق بالصمد، لأن الصمد هو الذي لا جوف له كما قال السلف، قيل الذي لا حشو له، وقيل الذي لا يخرج منه شيء. فالصمد مقابل الأجوف، والأجوف هو الذي له تجويف، والصمد هو المصمت الذي لا جوف له. ومن معاني الصمد أنه لم يلد ولم يولد، لهذا قال بعض السلف لم يدخل فيه شيء ولم يخرج منه شيء، لأنه صمد، ولهذا هو منزه عن الأكل والشرب والطعام. فالله عز وجل موصوف من أسمائه الصمد، ومن المعاني الموضحة لهذا المعنى العظيم أنه لم يلد ولم يولد. لم يلد هذا تقرير أنه صمد لم يخرج منه شيء، ولم يولد أنه عظيم لم يتولد من شيء. وقال الإمام القيم ولم يكن له كفوا أحد، متعلقة بإثبات الأحد، لأن الأحد هو الذي لا نظير له، الواحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا شبيه. فمن المعاني المتعلقة بهذا أنه لم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئا ولا شبيها ولا نظيرا. فإذا قوله لم يلد ولم يولد هذا إجمال. ذكر بعض أهل العلم من الشراح للتدمرية أن هذا الموطن أن فيه تفصيل في النفي، قال وهذا الموطن مما خالف القاعدة التي ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في أن فيه تفصيل في النفي، فإنه قال لم يلد ولم يولد. قال وسبب هذا، وهذا له سببان. السبب الأول أن اليهود والنصارى نسبوا له الولد فنفى عن نفسه النقص، وفرق بين النفي الذي لا يكون ردا لباطل، وبين النفي عندما تنتشر المقالة فترد. والسبب الثاني قال أنه لما كان الولد كمالا في المخلوق فلربما توهم متوهم أنه مما يصلح لله فنزه الله عز وجل نفسه عنه، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا الموطن على أصل القاعدة في أنه ليس فيه تفصيل. لكن ينبغي أن نتنبه إلى ما يقال من الإجمال والتفصيل أن هذه أمور نسبية. لاحظوا أن قولنا لم يلد هذا فيه إجمال دون التفصيل الذي يقال لم يلد عزيرا ولم يلد المسيح. لاحظوا هذا أن فيه تفصيل، عندما يقال لم يلد فلانا ولا فلانا هذا تفصيل. ففي مقابل الضلالة التي انتشرت وقيلت فهو في الحقيقة إجمال في مقابل ذلك التفصيل، وكان مقتضى ذلك أن ترد تلك المقالة الباطلة، يقال لم يلد عزيرا ولا المسيح، ولكن جاء هنا أيضا النفي على القاعدة لم يلد، وكذلك لم يولد هو معنى آخر. ولهذا ينبغي التنبه إلى أن التفصيل هو أن يكون في معنى واحد، مثل ما يقال لم يلد عزيرا ولا المسيح، فهذا كله لم يلد عزيرا ولا المسيح تفصيل في معنى واحد. وأما قوله ولم يولد فليس هذا تفصيل لقوله لم يلد، وإنما هو إثبات معنى آخر مجمل. ففرق بين التفصيل في معنى واحد وبين ما يرد النفي بلفظين متتابعين، لكن كل لفظ له دلالة. ولهذا قال العلماء لم يلد نفي للفروع، ولم يولد نفي للأصول، فليس هذا من التفصيل
من التفصيل في النفي، وإنما هو نفي مجمل، لكن أيضا كما يعني سبقا ذكرت أن التفصيل والإجمال هي أمور نسبية، فلا شك أن هذا فيه تفصيل يعني أكثر من قوله لم يكن له كفوا أحد أو ليس كمثله شيء من الذين يلدون ويولدون، هذا فيه تفصيل. لكن إذا نظرنا إلى المعنى الآخر عندما ينفى عن الله عز وجل يقال لم يلد فلانا ولا فلانا، فلا شك أن هذا فيه إجمال. فإذا أخذنا بالمعنى الآخر فهذا اللفظ فيه إجمال في النفي، فيه إجمال في النفي، لكن الإجمال على مراتب، فهناك نفي عام يعني مطلق، وهناك نفي دونه فيه تفصيل لكنه لا يصل إلى التفصيل المذموم الذي عند أهل الكلام. ولم يكن له كفوا أحد، هذا أيضا فيه إجمال في النفي، في أن الله عز وجل نفى عن نفسه الكفر، أي ليس له كفر، ولم يرد التفصيل ليس له كفر في أسمائه أو صفاته أو أفعاله، أو ليس له كفر من الملائكة أو الجن أو الإنس، وإنما ورد النفي هنا مجملا دون تفصيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم أيضا من الشواهد للنفي المجمل في قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فهذا نهي من الله عز وجل أن يجعل له أنداد، والند هو النظير والشبيه والمثيل، فنهى الله عز وجل أن يتخذ ندا من دونه أو أن يجعل لله أندادا من خلقه، لأن ليس له ند وليس له كفر وليس له شبيه، فلا تجعلوا لله أندادا. ولم يرد التفصيل لا تجعلوا له أندادا من كذا وكذا، أو لا تجعلوا له أندادا في صفة كذا أو في اسم كذا، وإنما جاء هنا النفي مجملا وأنتم تعلمون، أن ليس له ند وأنه متفرد بالربوبية، فكذلك هو متفرد بأسمائه وصفاته وبإلهيته، ليس له شريك في ذلك. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أيضا من الشواهد قوله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية يلاحظ أنها لم ترد مورد النهي عن اتخاذ الأنداد، ولكنها وردت مورد الخبر الذي جاء على سبيل الذم لهؤلاء الذين يتخذون الأنداد يحبونهم كحب الله، وهذا الخبر هو متضمن النهي عن هذا الأمر، فدل على ما دلت عليه الآية الأولى من النهي عن اتخاذ الأنداد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، من الناس من المشركين الذين وقعوا في هذا الأمر، من يتخذ من دون الله أندادا. يلاحظ هنا أن الأنداد جاءت عامة، وكل من أثبت له ما لله عز وجل من الحقوق فهو ممن اتخذ ندا من دون الله. ولهذا قال بعض العلماء في تفسير الأنداد هنا، قال: علماؤهم، وقيل آلهتهم، وقيل سادتهم، وقيل الأصنام، والمعنى عام، فكل من أثبت شيئا لله عز وجل مما يستحقه الرب وأثبته للمخلوق فقد اتخذه ندا، فقد يكون في الربوبية، وقد يكون في الأسماء والصفات، وقد يكون في الإلهية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هنا اختلف العلماء في معنى قول الله عز وجل يحبونهم كحب الله،
يحبون هذه الأنداد كحب الله، اختلف في تقدير الفاعل، كحب الله، هل المقصود كحب المؤمنين لله أو المقصود كحب هؤلاء المشركين لله؟ فعلى المعنى الأول أن هؤلاء المشركين يحبون الأنداد كحب المؤمنين لله، فيصرفون لهم من المحبة ما يصرفه المؤمنون لربهم. وعلى المعنى الآخر أن هؤلاء المشركين يحبون الأنداد كحبهم لله، يحبون الله ولكنهم يساوون بينه وبين الأنداد في هذه المحبة. وقد رجح شيخ الإسلام بن تيمية هذا المعنى، وهو أن التقدير هنا أن المشركين يحبون الأنداد كحبهم لله، واستدل له بقول الله عز وجل في خبر الله عز وجل عن الكفار والمشركين في قولهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا فيه دلالة على أنهم سووا بين الله وبين الأنداد، ومن هنا كانوا مشركين، لأن الشرك هو أن يصرف حق الله للمخلوق وأن يجعل مال الله للمخلوق. ولذا قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هم يعبدون الله لكن يعبدون غيره، يعظمون الله لكن يعظمون غيره، يحبون الله لكن يحبون غيره، المحبة الشركية. وكذلك حصل الخلاف في أيضا في قول الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قيل أشد حبا لله أي من المشركين في محبتهم لله، من المشركين أي أن المؤمنين يحبون الله أعظم من محبة المشركين لله. وقيل أن المؤمنين يحبون الله أشد من محبة المشركين لأندادهم ولآلهتهم. والذي رجحه بعض أهل العلم وبعض المحققين أن المعنى الذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين في محبتهم لأندادهم، لأن المشرك محبته لله ضعيفة، ولا شك أن المؤمن هو أشد حبا لله من المشرك لله، لكن هنا بيان أن هؤلاء لهم محبة عظيمة لأندادهم، والمؤمنون أشد حبا لله من المشركين في محبتهم للأنداد التي اتخذوها من دون الله. والمقصود أن هذه الآية متضمنة النهي الذي ورد في سياق الخبر عن هؤلاء، أنه لا يجوز لمخلوق أن يتخذ من دون الله أندادا يصرف لهم ما لله عز وجل من الحقوق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ثم هذا أيضا ورد في سياق الخبر المتضمن للنهي عن فعل هؤلاء المشركين في قول الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. جعلوا لله شركاء أي جعلوا لله عز وجل من يشركون بينه وبين الله عز وجل في حق الله شركاء الجن أي من الجن. قال: وخلقهم، وهذا فيه رد عليهم أن الله عز وجل أنه هو الخالق لهم ولمن أشركوه معه في ما يستحق، وكيف يكون المخلوق كالخالق؟ قال: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. خرقوا أي افتروا على الله عز وجل وحكموا على وجه الظلم والجهل بالله عز وجل. ذكر
بعض العلماء في اللغة أن خرق هي ضد خلق، فالخلق هو فعل عن تقدير، والخرق هو فعل عن غير تقدير، ولهذا لا يطلق الخرق على الفعل المقدر المتقن، ويطلق الخلق على الفعل المقدر المتقن. ولهذا الله عز وجل متصف بصفة الخلق وهو الخالق، ولهذا جمع الله عز وجل هنا بين هذين المعنيين في أن الله عز وجل هو خلقهم، وأن هؤلاء خرقوا له بنين وبنات، أي نسبوا له وافتروا عليه. والخرق هو فعل من غير تقدير، ومنه الخرق في الشيء، فإنه يكون بغير تقدير، كما جاء في قصة موسى مع الخضر، حتى إذا ركب في السفينة خرقها. فالخرق هنا هو فعل بغير تقدير، لأنه إنما أراد أن يعيب السفينة بخرق فيها، لا يعتني به ولا يكون له عناية به أن يكون مقدرا، بخلاف من أراد أن يفعل أو أن من أراد أن يفتح في هذه السفينة فتحة بتقدير لمقصد يقصده، فإن هذا لا يكون من الخرق. ولهذا الآن لا يقال في النافذة التي تكون مهيئة في الجدار على قدر معين يقال أنها خرق، ولا يقال في الباب، بينما لو أنه هدم الجدار بإلقاء شيء منه يقال أنه خرق لأنه بغير تقدير. فالمقصود أن الخرق هو فعل بغير تقدير، وهذا مما يدل على الرد عليهم، مما يدل على رد باطلهم في أن الخرق هو فعل بغير تقدير وبغير علم، فدل على أن هذا من الباطل. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، في قوله بغير علم مؤكد لهذا المعنى، أي نسبوا له البنين والبنات، كما قال بعض قبائل من العرب وصفوا لله عز وجل أن له البنات، وأن الملائكة من بنات الله عز وجل، وقال اليهود والنصارى نسبوا له الأبناء بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. هذا إجمال في النفي، وهو تنزيه الرب عز وجل عن هذه المعاني، قال سبحانه وتعالى عما يصفون، ولم يقل في هذه الآية رد على باطلهم على وجه التفصيل، وإنما جاء على وجه الإجمال سبحانه وتعالى عما يصفون. والتسبيح هو تنزيه، تنزيه الرب عز وجل عن كل نقص، تعالى عما يصفون عن كل ما قالوه، وهذا متضمن أيضا الإجمال في أن هذه الصفات التي وصف الله عز وجل بها هي مما يتنزه الله عز وجل عنه. ثم أثبت لنفسه الكمال في قوله بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، أي أن هذه النسبة وهذا الباطل لا يليق بالله عز وجل، لأنه بديع السماوات والأرض، هو الذي خلق السماوات والأرض وفطر السماوات والأرض على غير مثال سابق، وخلق كل شيء، كل شيء هو مخلوق له، وليس له بنات وليس له بنين. وهذا مما أيضا يرد باطلهم على وجه الإجمال، أن كل ما سوى الله فهو مخلوق، كل ما سوى الله فهو مخلوق وهو بكل شيء عليم، وهذا متضمن إثبات صفة العلم لله عز وجل بكل شيء، وأن هذا من علم الله عز وجل الذي اطلع على أنه من الباطل، أي ما نسبوه له من نسبة البنين والبنات، أنه من الباطل الذي علمه الله عز وجل. ولهذا فعلم الله يعني أعظم من علمهم، علمه حق وكلامهم باطل، وكلامهم بغير علم، والله يتكلم بعلم، والله عز وجل منزه يعني عن الولد، لأنه منزه عن الصاحبة، ولأنه الخالق الذي خلق المخلوقات وهو مستغن عن خلقه. فكل هذا مما يدل على تنزه الله عز وجل عن هذه المعاني في ألفاظ مجملة تدل على التنزيه سبحانه وتعالى،
أي أنه متنزه ومتعالي عما وصفه به المبطلون. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. المؤلف رحمه الله تعالى قال: طريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه، لما لم يقل إثبات بلا تمثيل مع أنه استعمل هذه العبارة فيما سبق. على كل حال، بعض أهل العلم يطلق هذا وهذا، وذكر شيخ الإسلام أنه استبدل لفظ التشبيه بالتمثيل، وأنه لما ورد في النص نفي المثيل فكان الأولى أن ينفى المثيل، لكن بعض أهل العلم يطلق يعني التشبيه على معنى التمثيل، وهو الوارد في كلام السلف في الرد على المشبهة وفي إثبات مقالة المشبهة وأنها باطل، يقصدون به نفي المماثلة عن الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: إذا قيل لا مثيل لله في ذاته وأسمائه وصفاته، هل هذا من باب التفصيل في النفي؟ إذا كان التفصيل المقصود به الشرح والبيان فلا بأس، وأما النص فهو لا يحتاج لهذا، لكن ينبغي التنبه لشيء، وهو أن الإجمال الذي يرد في الكتاب والسنة من الناس من يحتاج إلى تفصيل في شرحه، ولهذا النص لا يحتاج إلى هذا التفصيل لأنه محكم، لكن ضعف الناس اقتضى أن يفصل لهم في بعض الألفاظ المجملة، ولهذا كتاب الله عز وجل لا يحتاج في فهمه وفي دلالته على الحق إلى كتب التفسير الآن الموجودة، ولكن لما ضعف الناس احتاجوا من يفسر لهم كلام الله، ولهذا الصحابة ما احتاجوا إلى من يفسر لهم القرآن، لأنه يلقى عليهم فيفهمونه، وإذا أشكل عليهم شيء سألوا عنه. وأما في المتأخرين فيكثر من يحتاج إلى أن يفصل له في الألفاظ المجملة التي تبين، ولكن التفصيل في هذا نحن نعتقد أن كلام الله أدل على الحق وأقوى في دلالته على الحق من كلام المخلوقين ومن كلام المفسرين، لكن في انتفاع أهل الضعف بكلام الله عز وجل فإنه يحصل لهم نقص في الانتفاع بكلام الله، لأن كلام الله مبناه على القوة والمتانة، فيحتاجون إلى من يقرب لهم هذه المعاني بألفاظ ترتقي معها أفهامهم إلى فهم كلام الله، لا أن يحسن كلام الله ولا أن يعني يوضح كلام الله عز وجل يعني إيضاحا يحتاج إليه، وإنما الإيضاح يحتاج إليه الناس، وأما كلام الله فهو بين، وليس هناك أدل على الحق من كلام رب العالمين، لكن إذا عجز الناس احتاجوا من يبين لهم هذه الألفاظ. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: قال بعض أهل العلم بأن الكاف في قوله ليس كمثله شيء هي للتأكيد، فهل هذا المعنى صحيح؟ نعم، قيل هي لتأكيد المعنى، هي لتأكيد المعنى، لأنه إذا قيل ليس كما يقال في أن يخاطب الرجل يقال هذا لا يليق بمثلك، فإذا كان لا يليق بمثل من باب أولى أن لا يليق به، يكون هذا لزيادة تأكيد المعنى. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل نفي التمثيل لا يستلزم نفي التشبيه من جهة من الجهات لأن هناك وجه شبه؟ الصحيح أنه لا مشابه بين الخالق والمخلوق فيما يضاف إلى الرب من الأسماء والصفات وما يضاف إلى المخلوقين من الأسماء والصفات، وقد ذكر شيخ الإسلام وسيأتي في القواعد في القدر المشترك أن التشابه بين المخلوقات في الخارج، نحن لا نتكلم في ما يضاف إلى الرب، التشابه بين المخلوقات فيما تتصف به من الصفات الخارجة هو تشابهها من جهة القدر المشترك لا من جهة ما يقوم بها، فالعلم الذي في زيد ليس هو شبيه بالعلم الذي في عمر إلا من جهة المعنى العام وهو القدر المشترك
الذي يميز العلم مثلا عن صفة من الصفات الأخرى. وأما إذا قامت الصفة بزيد فهي صفة مستقلة لها خصائصها غير الصفة التي قامت بعمر. ولهذا قد يرد على هذا العلم جهل ونسيان، وهذا قد لا يرد عليه، بل إن العلم الآن يلقى على الناس في مجلس واحد والكل يسمع، ولكنهم يتفاوتون في إدراكه، وقد يتفق الجميع على أنهم أدركوا شيئا من العلم لكنهم يتفاوتون في مقداره. ولهذا يتوهم بعض الناس في تقرير هذه القاعدة والقدر المشترك أنه يقال أن هناك قدر مشترك بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء وصفات المخلوقين، وهذا غير صحيح، لأن شيخ الإسلام ما أطرق هذا، وإنما قال هناك قدر مشترك في الأسماء قبل الإضافة. فإذا أضيفت الأسماء وأضيفت الصفات للموصوفين تميزت. نعم. بارك الله فيكم. يقول: ما رأيكم بأن يقال إن طريقة القرآن هي التفصيل في الإجمال، التفصيل في الإثبات حيث يلزم، والإجمال في النفي حيث يلزم؟ حيث يلزم، ما المقصود بيلزم؟ يعني عند الحاجة إلى ذلك. حيث يلزم يعني عند الحاجة لذلك. نعم. على كل حال، يعني نحن لا نستدرك على أهل العلم بألفاظ جديدة إذا كان اللفظ لا يحتاج إلى الاستدراك، لأن الأصل أن الكلام إذا عبر عن المعنى المقصود فإن الزيادة في الألفاظ نقص. ولهذا البيان هو أن يعبر عن الحقائق بألفاظ تدل على المعنى، فإذا تساوى اللفظ والمعنى فهذا يسمى بيان، وإذا زاد المعنى عن اللفظ هذا يسمى بلاغة، يعني فيه بلاغة وفيه فصاحة، وإذا زاد اللفظ عن المعنى فهذا عجز، مثل الذي يتكلم الكلام الكثير والمعنى المستفاد منه قليل. فإذا كانت هذه القاعدة تدل على المعنى المقصود فلا حاجة إلى أن يستدرك وأن يؤتى بألفاظ جديدة، لأن هذه قواعد معروفة عند أهل العلم، كل ما هو مقرر عند أهل العلم فلا يحتاج إليه. مثال ذلك، مثال الآن الأحكام، يقال هذا حلال وحرام، ويقال آثم وفلان عاصي، ومعلوم أن هذه العمومات يخرج منها من كان جاهلا فإنه لا يؤثم الجاهل، فلا يقول العلماء في كل مسألة هو آثم إلا إن كان جاهلا، لأن هذه مسألة معروفة ومقررة عند أهل العلم، فإذا جاء من يتوهم شيئا عند ذلك ينبه على هذه المسألة. بارك الله فيكم. سائل يقول: ذكرتم أن من المغرقين في النفي من يتعمدون ومنهم من لا يتعمد، فكيف يفرق بين هاتين الطائفتين؟ نعم، لأن كما ذكر أهل العلم من يتعمدون نفي النقيضين، يتعمد نفي النقيضين في أنه يقول لو شبهناه، لو أثبتنا له الصفات الثبوتية شبهناه بالموجودات، ولو أثبتنا له الصفات السلبية شبهناه بالمعدومات، فيقول أنا أنفي عن صفات الموجود وصفات المعدوم، فيفضي به الأمر إلى تشبيهه بالممتنع. أما الذين يغرقون في النفي فلا يتعمد بعض هؤلاء أن ينفي عنها النقيضين، وإنما كلما توهم معنى من المعاني نفاه عن الله عز وجل، لكنه لا يتعمد أن ينفي النقيضين. ولهذا يقول مثلا لا يسمع ولا يتكلم ولا يبصر، هو لا يتعمد أن ينفي النقيضين، لكن الذي ينفي النقيضين يقول لا أقول أنه يسمع ولا أقول أنه لا يسمع، فهو يتعمد نفي النقيضين. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل القواعد المنصوص عليها مثل قوله كل بدعة ضلالة هو من العمومات التي جاءت للتغليب، ولا تستغرق جميع الأفراد؟ سبق التنبيه على أن العمومات هي بحسبها، العمومات بحسبها، فمثل هذا العموم هو عموم مستغرق لكل الأفراد،
لكن العموم في مثل قول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، فهذا عموم مقيد، كل نفس مخلوقة، كل نفس مخلوقة. فذكر العلماء أن العموم بحسبه، بحسب السياق. ومن هذا قول الله عز وجل في ملكة يعني سبأ: وأوتيت من كل شيء. قال العلماء: ومعلوم أنها لم تؤتى ملك سليمان، ولكن المقصود أن هنا عموم مقيد، وأوتيت من كل شيء مما يحتاج إليه الملوك. فكل عموم بحسبه، فالعموم في قوله كل بدعة ضلالة هو عموم مستغرق، لأنه دلت النصوص أنه ليس هناك بدعة في الدين ليست بضلالة. لكن إذا جاء في بعض العمومات ما يدل على خروج بعض الأفراد فيقال أن هذا العموم بحسبه. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل الأصل في إضافة الأشياء إلى الذوات هو الاختلاف وعدم التشابه؟ وعليه يمكن الرد على من شبه فيقال الأصل عدم التشابه إلا ببينة ودليل؟ وبلا شك أن وجود الصفات في الموصوفين أن الأصل فيها التباين، الأصل فيها التباين، لكن إن ثبت التشابه فعند ذلك لا ينكر ما هو معلوم بالدليل الشرعي أو معلوم بالواقع. فإذا وجد تشابه بين اثنين مثلا في اسم، الأصل أن لا نثبت التشابه إلا بدليل، أو في علم، أو اثنان تشابه في الإصابة في مسألة، أو في الخطأ في مسألة، كما قال الله عز وجل تشابهت قلوبهم، يعني في ضلالة. فإذا ثبت الشيء فإنه لا ينفع، لكن وجود الشيء وهو الاستدلال بوجود هذه الصفة في فلان ووجودها في فلان وأن القدر المشترك إذا دل على إثبات المعنى الكلي فإنه ليس بدليل على أن ما يضاف لفلان هو كما يضاف إلى فلان، إلا أن يرد الدليل. فإذا ورد الدليل به نعم، وإلا الأصل أن إثبات وجود العلم عند فلان والعلم عند فلان أن الأصل عدم التشابه، لأن كل ما يقوم بموصوف من الصفات هي خاصة به. بارك الله فيكم. عدد من الإخوة يستوضحون في كون قوله تعالى لم يرد ولم يولد من النفي المجمل. يقول هذا الأخ: في قوله تعالى لم يكن ولم يكن له كفوا أحد نفي مجمل، أليست هذه قرينة تدل على أن ما قبله من نفي الولد والوالد أن المراد به التفصيل؟ وآخر يقول: هل يقال إن قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تفصيل من جهة وإجمال من جهة أخرى، فيقال إنه تفصيل من حيث التنويع وإجمال من حيث التعيين؟ أولا هذا الكلام الأخير وهو أن يقال هذا إجمال من جهة كذا، دائما الكلام إذا قيد خرج الأمر عن العمومات، لكن نحن عندما نتكلم عن العمومات، وأما إذا قلت هذا مثلا هو من جهة كذا بكذا ومن جهة كذا، هذا ليس هو العموم المطلق، ولكن نحن نتكلم عن العموم المطلق، هل هذا اللفظ مجمل أو مفصل؟ أما أن يقال هو مجمل من وجه ومفصل من وجه، نعم هذه يستقيم هذا، لكن فرق بين الكلام المطلق والكلام المقيد. ويعني التنبيه على هذا مثل ما نبه العلماء في مسألة الكلام، النزاع الذي حصل بين أهل السنة وبين الأشاعرة والكلابية في الكلام، فلما رأوا هؤلاء بعض الشواهد في أن الكلام قد يطلق على المعنى النفسي قالوا هو حقيقة الكلام، فرد عليهم العلماء: فرق بين الكلام المقيد والكلام المطلق، بين أن يقال قلت في نفسي قولا وبين أن يقول قلت، ففرق بين المقيد والمطلق. لكن الأمر كما ذكرت يعني أن التفصيل والإجمال هي أمور نسبية، فلم يلد ولم يولد بالنظر إلى المعنى الذي دل عليه لم يكن له كفوا أحد لا شك أن في هذا تفصيل، ولكن إذا نظرنا إلى المعاني الخاصة التي أطلقت وأطلقها أهل الباطل في التفصيل في نسبة الولد لله عز وجل، فكل طائفة تدعي أن من يعظمونه هو ولد الله عز وجل، فهذا فيه إجماع، لم يرد التفصيل في الرد على مقالة اليهود ولا التفصيل في الرد على مقالة النصارى، وإنما ورد النص يعني مجملا. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: قوله تعالى وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، هل فيه الاستدلال بالربوبية على إثبات الأسماء والصفات؟ نعم، لا شك أن هذا مما يدل على نفي المشابهة عن الله عز وجل، في أنه لما كان هو الخالق الذي خلق كل شيء فهو متنزه أن يكون له شبيه أو أن يكون له نظير. ويعني أنواع التوحيد كما هو معروف بينها تلازم، فإثبات الربوبية يعني يستلزم إثبات الألوهية، وكذلك إثبات نفي المشابهة عن الله عز وجل، لأن الرب لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في أسمائه وصفاته. نعم. سائل يقول: هل يقال بأن التسبيح يرد دائما بمعنى النفي كما أن الحمد يرد بمعنى الإثبات؟ التسبيح تنزيه، التسبيح تنزيه، والحمد هو إثبات صفة الحمد لله عز وجل، فهذا إثبات لصفات الكمال الحمد، والتنزيه تنزيه الله عز وجل عن صفات النقص، ولهذا كان الحمد هو أفضل من التسبيح، فالحمد أفضل من التسبيح، لأن الحمد متضمن إثبات صفات الكمال وتنزيه الله عن النقائص، لأن من ثبت له الكمال تنزه عن النقص، وليس كل من نفي عنها النقص يثبت له الكمال، لكن الله عز وجل وما جاء في النصوص من الكتاب والسنة من إثبات الحمد والتنزيه، فكل تنزيه فهو متضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل بالأدلة الأخرى، ولهذا أيضا يقترن أحيانا التسبيح بالتحميد كما جاء في كثير من الأذكار، من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، فيه اقتران بين التسبيح والتحميد. هذا سؤال بمناسبة معرض الكتاب، يقول السائل: ما هي كتب العقيدة التي تنصحون باقتنائها؟ الكتب كثيرة، لكن أنصح بالحرص على كتب السلف وعلى كتب الأئمة المحققين، وأحذر من شراء كل ما يؤلف من كتب المتأخرين إلا أن يكون الإمام معروف بالسنة، لأنه كثرت الجرأة الآن على التأليف في باب الاعتقاد وفي غيره من الأبواب. ثم أيضا هناك أيضا نصيحة أخرى للناس بحسب تفاوتهم في العلم، فكل إنسان يأخذ من الكتب ما ينتفع به، لأن بعض الناس قد يأخذ من الكتب ما لا ينتفع بها، فيأخذ من الكتب ما ينتفع بها ويفهمها، إلا أن يدخرها لوقت يستفيد منها. أما كونه يشتري بعض كتب السلف وإن كانت هي من حيث الأصل هي أنفع ما يكون في عند أهل العلم، إلا أنه لا يفهم هذه الكتب وتشكل عليه ولا يستطيع التوفيق بين النقول والروايات الموجودة كما حصل لبعض الناس، فمثل هذا ينبغي له أن يقرأ من كلام العلماء المتأخرين ما يقرب له كتب السلف. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.